سيدتي اليوم كويكب في الناسا باسم الشاب السعودي فيصل الدوسري والأميرة ريما بنت بندر تؤدي القسم. رؤية 2020 تدعم عمل المرأة حتى 25%، وسهى الزهراني تتحدث لسيدتي عن نجاحاتها. من الشرقية سيدة تحول منزلها إلى متحف. رمضان على الأبواب، فكيف تجهزين أطباق سريعة ولذيذة؟ سيدتي لا تهمل تعلم الإتيكيت. المغنية ليلى كردان في لقاء مع غالية أمين. خطأ ابنك درسا له، فتمالك أعصابك. يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا، يوم جديد وأكيد حلقة جديدة من برنامج سيدتي عبر شاشة روتانا خليجية. العديد من المواضيع المختلفة والمتنوعة وأكيد المتميزة، لكن في البداية اسمحوا لي أرحب بزميلاتي الجميلات رندا ورؤى. يا مساء الخير، أكيد متميزة الحلقة بوجودك غزل ورندا. أكيد أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين جميعا، وطمنيني عن حالك اليوم رندا. أنا الحمد لله بخير، أول شيء مساكم الله بالخير وإن شاء الله تكون حلقة مميزة، إن شاء الله تقضون ساعتين معنا تكون حلوة ومفيدة يا رب. والله كلش مكانك خالي. أوه مرة شكرا، تعرفني أحبة. طيب أتوقع أنه في خبر انتشر أمس اللي هو خبر طلاب جامعة بيشة يؤدون الامتحانات في صالة سيارات. طبعا الخبر يعني صالة سيارات ورشة ولا صالة لا صالة سيارات صالة سيارات. طبعا يعني تعرفي كيف السوشيال ميديا والكلام اللي بيطلع في السوشيال ميديا ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، ممكن يكون الناس أخذوا الموضوع بالشكل الظاهري، بس ما حد عارف تفاصيل الخبر. لكن إحنا هنا في برنامج سيدتي دائما وأبدا نتقصى عن الأخبار وعن الحقيقة، عشان كده ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور محمد آل عجيم المتحدث الرسمي باسم جامعة بيشة. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. طيب في البداية دكتور محمد حابين نستفسر إيش صحة الخبر ده، كيف الطلاب في جامعة بيشة بيأدوا الامتحانات في صالة أو في صالة سيارات عرض سيارات؟ الصالة هذه الله يحفظكم طبعا هي الآن قاعة تدريبية تابعة لكلية الهندسة في جامعة بيشة، لوجودها مجاورة لكلية الهندسة ولوجود قسمي الهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية في الجامعة واحتياجهما إلى مقر للتدريب العملي، استأجرت الجامعة هذه الصالة، والجزء الخارجي منها الذي ظهر في الصور هو الجزء الأمامي لوكالة السيارات سابقا، وهناك جزء داخلي فيه المكائن والورش التي يتدرب عليها الطلاب، وهي مكائن ثقيلة جدا يعني بعضها يصل إلى أكثر من 5 طن. طبعا القاعة الآن تابعة لجامعة بيشة من فترة قريبة، وبدأ الطلاب السنة الأولى بدأوا اختباراتهم، وهناك بعض المواد المشتركة لطلاب السنة الأولى، وللعدد الكبير من الطلاب رأت الجامعة أن تفك الاختناق عن الطلاب قليلا في القاعات الدراسية، فحولت جزء من الطلاب حتى يشعروا بالراحة والاطمئنان في الاختبار إلى الجزء الأمامي من الصالة التي كانت وكالة لإحدى أو مقر لإحدى وكالات السيارات. يعني من الواضح يا دكتور محمد أن الوضع كان جدا طبيعي، يعني أنتم مشكورين قمتوا بهذا الواجب، أخذتوا الطلاب لقاعة يعني حتى الجامعة هي اللي استأجرتها بحيث أنها تريح الطلاب ويكونوا يعني في قلب الحدث يشوفوا كيف تكون الأوضاع. لكن خليني أسألك، اتفضل. طبعا احنا الجامعة أخذتها ليس لأداء الاختبار، هي أخذتها كساعة تدريب عملي تدريب. لطلاب كلية الهندسة قسمي الهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية. نعم.
طيب هذا النوع من الصور اللي تم تداولها وممكن انه يسيء فهمها او يكون لها اكثر من معنى، كيف راح تتعاطوا مع الموضوع؟ طبعا ربما تاخر الجهه المعنيه نعم في ازاله الملصقات هذه، ولكن ربما ايضا نحن نلتمس للجهه عذرا في انها كثره الاعباء والاعمال في متابعه احتياجات كليات الجامعه، ربما لان القاعه هذه او الصاله هذه لم تكن تشكل ضغطا في وقتها عليهم ولم تكن تلفت الانتباه في وقتها، ربما تاخروا قليلا في ازاله الملصقات، والان ازيلت الملصقات تماما والقاعه الان لم يعد عليها اي ملصق يخص وكاله سيارات المذكوره. نعم. والله يا دكتور لو حنا من اول كانت عندنا اختبارات برا كنا ننبسط انه الجو، اذا خاصه اذا كان الجو زين، بس اهم شيء كان الجو زين لما كانوا يختبرون. لا ممتاز والله. وطيب طيب دكتور اخر سؤال اذا ممكن خليني اسالك. سم تفضل. اتمنى انه يكون كل الطلاب اللي كانوا يختبرون بما ان صارت الضجه هذه عليهم وصار هالبلبله والحكي الزايد انهم ناجحين باذن الله، اتمنى تبشرني ذا البشاره. أرجو إن شاء الله لهم التوفيق، والجامعة حريصة على جميع طلابها، من اختبر في هذه الصالة واختبر في ساعات أخرى، نحن نسعى إلى أن يتفوق طلابنا وأن يحصلوا على الدرجات العالية وأن ننافس نحن في الجامعة، ليس مصلحة أي جامعة أن يتعثر طلابها، بالعكس نحن نبذل جهودا من بداية العام الدراسي وفي القاعات الدراسية، والتحصيل الدراسي في الاختبار جزء من أعمال كثيرة يؤديها الطلاب، فأرجو إن شاء الله أن ينجح الجميع إن شاء الله. أكيد. الدكتور محمد آل عجام المتحدث الرسمي باسم جامعة بيشة، شكرا لك وشكرا على هذا التوضيح. يعني برضو في الأول وفي الأخير أكيد يعني هم الجامعة ما رح يخلوا طلاب جامعيين يختبروا في أي مكان. أنا قبل حتى ما يوضح الدكتور محمد الملابسات الموضوع أنا قلت يعني هم هندسة صناعية، هندسة ميكانيكية، إلا ما يكون عندهم تريننج في أيوة في شركة سيارات، في محل له علاقة في الموضوع، يعني أكيد أكيد أولادنا ما حنرميهم في أي مكان يعني يا جماعة. بالضبط. طبعا من الأخبار الحلوة أنه المملكة تفخر بأبنائها في أمريكا، وبدأت أيضا بتنصيب أو مع الأميرة ريما، مع سمو الأميرة ريما بنت بندر اللي عينت مؤخرا سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، واللي أدت القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله اليوم في قصر اليمامة. خبر أكثر من رائع. خلونا يعني كلنا احنا كنا ولا زلنا بنقول انه الاميره ريما في الفتره الاخيره خير مثال للمراه السعوديه، بمجرد تنصيبها انها بتكون سفيره المملكه لدى الولايات المتحده ومو اي دوله، هذا بحد ذاته يعني شابو. فعلا يعني دائما نقول انه التدرج بيكون شيء جدا جميل، خصوصا لما احنا مثلا نتابع سيره سمو الاميره بنشوف قديش كان لها اجتهادات ودور فعال خصوصا بما يخص الرياضه المجتمعيه، قدرت كثير ان هي تساعد المرأة وتخدم المرأة والبنات والشغوفات والشابات والطموحات الرياضيات، أشياء كثير إلى ما أن وصلت إلى هذا المنصب أنها تكون سفيرة، وأكيد هي يعني دائما نقول انعكاس لصورة المملكة بشكل أو بآخر بما أنها نصبت بهذا اللقب سفيرة. أكيد. طبعا بعد الحكي الكثير اللي حكيته عن سمو الأميرة أتوقع أنها معروفة وغنية عن التعريف، فما نقدر نقول حكي أكثر من اللي أنتوا قلتوا إلا أنه الله يوفقها يا رب، مش منصب قليل اللي هي تحملته، إن شاء الله الله يعينها ونشوف إنجازات كثير كمان نفخر فيها بإذن الله. إن شاء الله تكون الأميرة ريما هي بداية يعني بعدها نشوف كذا سفيرة وكذا وزيرة، ليش لا؟ بالضبط. طيب خبرنا الثاني، أطلقت وكالة ناسا اسم المبتعث السعودي فيصل الدوسري على أحد كويكباتها، وذلك تكريما لجهوده العلمية في مجال البحوث، ويعتبر الدوسري ثالث موهوب سعودي يطلق اسمه على أحد الكويكبات بعد الطالب عبد الجبار الحمود عام 2016 والطالبة فاطمة الشيخ عام 2017. نتكلم عن الموضوع ده بتفاصيل أكثر، أرحب عبر الهاتف مع النموذج المشرف الطالب فيصل الدوسري. أهلا وسهلا فيك طالب فيصل. يسعد مساءكم ومساء المشاهدين. يا اهلا وسهلا. قبل ما نبدا بس حاب اقول شكرا على الاستضافه الكريمه هذه.
يعني يا فيصل لو ما نستضيفك انت وانت نموذج مشرف للشباب السعوديين هنستضيف مين؟ انا جدا فخورة فيك ومبسوطة فيك وتكريمك من ناسا كثالث سعودي يطلق اسمه على كويكب ايش يعني لك انت فيصل؟ والله بداية الحمد لله حمدا كثيرا على توفيقه لي فبشكر الله تدوم النعم. طبعا بدون شك ان هذا التكريم اسعد لي انا واهلي كثير. لان شخصيا انا اعتبرته تاكيد على صحه مساري في مجال البحوث. لكن الصراحه فرحتي الاكبر هي اني قدرت ارفع رايه الوطن في محفل دولي ضخم زي هذا اللي شارك فيه اكثر من 1600 طالب وطالبه من فوق 80 دوله. ما شاء الله. فلهذا السبب انا ما اعتبر هذا الانجاز انجاز شخصي. بل هو إنجاز للوطن قيادة وشعبا وبالنهاية تمثيل الوطن خير تمثيل هو اللي دائما محله. طيب فيصل كلمنا شوي عن طبيعة البحث العلمي اللي قدمته وبناء عليه تم إطلاق اسمك أو سمي هذا الكويكب باسمك كلمنا شوي عنها. بشكل عام يدور بحثي حول تصنيف هرمونات نباتية جديدة تساعد على تحسين المحاصيل الزراعية وتقليل الخسائر. نعم. ومع أن هذه المشكلة متواجدة حول العالم إلا أنها متواجدة في الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل أكبر وأوضح بكثير وللأسف خصوصا في الدول الفقيرة. فعند تصنيع هذه الهرمونات كان هدف أساسي عندي أنها تكون فعالة طبعا ولكن أيضا مع الحفاظ على السعر الاقتصادي. نعم. لأن الفكرة هي أن كل ما تكون أرخص كل ما توصل لأكبر شريحة ممكنة. صحيح. من المزارعين في هذه الدول الفقيرة. جميل. طيب فيصل لو تكلمنا شوي طبعا أنت كنت من أو ضمن أفضل 15 جامعة عالمية أبغى أعرف كيف كانت دراستك فيها وإيش تحس يعني إيش طموحك بعد هالدراسة يا فيصل؟ إيه نعم أنا طالب هندسة كيميائية سنة أولى في جامعة بيرسي اللي هي زي ما تقولي ترتيبها العالمي عالي. نعم. بس صراحة مو ترتيبها اللي جذبني، اللي جذبني هو اهتمامها الكبير وتركيزها على مجال البحث العلمي. فالجامعة لها سماتها في الكثير من المجالات وللأمانة شعور غريب لما أكون محاضرة الكيمياء مثلا. نعم. ويشرح الدكتور مفهوم او نظريه علميه جديده وبعدين يطلع هو اللي مكتشفها وهو اللي مؤلف الكتاب اللي ندرس منه. فطبيعي ان الطالب اللي ينشا في بيئه زي هذه ويدرس على يد دكاتره حايزين على جوائز كبيره زي النوبل وغيرها انه يستوحي الالهام والتحفيز. برافو عليك. والله يعني ليش لا، ممكن انت بعد كده اللي تاخذ جائزه نوبل وانت بعد كده اللي تدرس وممكن انت بعد كده نستضيف ناس يقولوا استاذنا فيصل الدوسري هو اللي درسنا وكان حاصل على جائزه نوبل. انا متنبأت لك ولو فزت بجائزه نوبل يا فيصل اتذكر قول غزل بري من برنامج سيده تنبأت لي بالموضوع ده. لكن فيصل انت هذا انجازك في البحث ده ما هو الاول، انت كان برضو لك بحوث وانجازات ونجاحات سابقه، كلمني شوي عن الانجازات اللي قبل كده اللي ادت انك انت توصل لهذا البحث. والله انا اشوف ان النجاح هو طريق نحو الهدف وسلسله متواصله من الجد والمثابره. فانا حتى يعني هذا هو يعتبر اخر انجاز ولله الحمد. ولكن قبله انا كنت اجهز لهذا الحدث واحاول احسن من نفسي اكاديميا فشاركت في عده البرامج في المدرسه وغيرها من ضمنها شاركت في كلاسات في جامعه هارفرد الامريكيه اخذت الكيمياء والرياضيات قبل سنتين وغير كذا شاركت ايضا في نادي الروبوت في المدرسة في عدة سنوات والحمد لله قدرنا أن نحقق جوائز عالمية ما شاء الله. ولكن بتوفيق الله أنا أطمح أن في المستقبل أواصل دراساتي العليا ومسيرتي في البحث العلمي كي يعود الوطن بالعلم والخبرة اللي بإذن الله بتساعدني على
على الإسهام في مشاريع التنمية والتطوير في المملكة. ما شاء الله عليك. ما شاء الله تبارك الله. يعني فيصل الدوسري شكرا لك وشكرا لأهلك، والله يخليك لأهلك، وإن شاء الله ترجع وإنت رافع اسم، أنت أصلا أريد رفعت اسم الوطن في الأعالي، بس مزيد من النجاح والتقدم بإذن الله. شكرا لك. أنا مو عارفة إيش أتكلم، يعني ما شاء الله تبارك الله. أنا لما أشوف إنه ولد لسه يتوه بيقول هو أول سنة في الجامعة، ما شاء الله تبارك الله، الله يخليه لأهله إنه وصل للمستوى ده وأطلق اسمه على كويكب وناس أطلقته، يعني ما تعرف إيه مجد إيش تتكلم. أنا مبسوطة فيه، بس أنا حبيت الكلمة اللي قالها فيصل قبل شوي من سياق الكلام اللي كان قاعد بيقوله، قال إني أنا كنت قاعد أحصن نفسي دراسيا حتى أوصل للجول. يعني هو أوريدي عارف إيش اللي يعني يبي يوصله تحديدا، فقاعد يشتغل على هذا الهدف وحاول من أكثر من مجال وأكثر من طريقة حتى إنه هو يتمكن ويوصل. صحيح، الله يوفقه يا رب إن شاء الله، ونتمنى له إن شاء الله مزيد من الإنجازات. بس أنا نفسي أعرف الكويكب اللي أطلقه في أحد يسكن فيه؟ يأجر أراضي؟ ممكن يأجر أراضي فيصل؟ ما أتوقع، ما أتوقع. أنت طموحك، أنت دحين تبي تستفسر عشان تروح تشتري في الكويكب أرض؟ لا، أنا ما أبغى، أنا أبغى الأرض، أنا ما أبغى الكويكب، أنا أثبت رجلي هنا بعدين أروح هناك. من عيوني الاثنين، بالذات بعد ما الموال اللي أعطيتيني هو قبل ما ندخل على الهواء، من عيوني. صحيح، أبشري، صحيح، أبشري بسعادة بشكل أو بآخر. صحيح. أوكي مشاهدينا، أكدت نائبة وزيرة العمل دكتورة ماضر الرماح بأن عمل المرأة حق لها وضرورة تفرضها ظروف الحياة وليس رفاهية أو أمر ثانوي، مشيرة إلى أن 2020 حدد هدف لمشاركة المرأة في سوق العمل ما بين 17% إلى 25%. رح نتكلم عن الموضوع ده بتفاصيل أكثر مع ضيفتنا الإعلامية الأستاذة سهى الزهراني. أهلا وسهلا فيك أستاذة سهى. أهلا فيك، حياك الله، نورتينا. أستاذة سهى، في البداية كيف تشوفي فرص عمل المرأة ودخولها إلى سوق العمل في ظل التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030؟ بداية يعني دخول المرأة في مجال العمل كان محدود، ولكن بعدما أتيحت الفرصة بعد التحول الوطني وبعد 2020-2030 وضعت الدولة خطة استراتيجية تستطيع المرأة أن تنهجها بخطة مماثلة لها. توجهت المرأة لسوق العمل يعني فرصة استثمارية لابد أن تغتنمها وتعتبرها فرصة يعني جوهرية بالنسبة لها. حتى السوق يتهيألي أستاذة سهى لازم يستغلها، يعني مش بس أنه المرأة هي اللي تستغل الانفتاح اللي صار، يتهيألي حتى كمان سوق العمل لازم يستغل وجود الكوادر النسائية. نعم، لكن قبل أن تتوجه لسوق العمل لابد أن تركز على الأهداف اللي تستطيع من خلالها أن تحقق مكاسب. المرأة لا تهدف فقط للربح مادي فقط، إنما تثقل شخصيتها، تثقل مواهبها، تكتشف نفسها وتثبت نفسها. نعم. تثبت نفسها في سوق العمل. أيضا تساهم في دفع عجلة التنمية، تساعد أيضا في رفع نهضة الوطن والمواطن، رفع الوعي عند المواطن. بالنسبة لتوجه المرأة لسوق العمل، يا إما تكون تبحث عن وظيفة أو تقوم باستثمار لنفسها. طيب احنا الحين نتكلم على موضوع الاستثمار وسوق العمل تحديدا، خليني ارجعك ورا كذا 19 سنة تقريبا. انت بدأتي في عام 2000 تدخلي السوق او سوق العمل من الاسهم والاراضي والعقار، احكي لنا عن هذه التجربة. طبعا انا قلت لك انه من قبل ان تدخل المرأة لسوق العمل كان عندها فكر انها ممكن انها تدخل، ولكن للأسف ما كان عندها ذاك التدريب. كانت تجربتي في الدخول لصالات الأسهم، للمضاربة بالأراضي، بس ما كان عندي تدريب يمكنني أني ممكن أبدأ. تدريب ولا جراءة؟ شوفي، لو ما كان عندي جراءة ما دخلت. أوكي، شكرا. لكن التدريب، أنا كنت أفتقد للتدريب. صح أني ما حققت مكاسب كثيرة، ولكن كوني أني أخذ هذه التجربة طبعاً. بحد ذاتي أنا أعتبر نفسي أني بطلة واجتزت وجريئة. ما فكرت في الخسارة طبعا، فكرت في التجربة أولا وكيف أضع من الصعوبات التي تواجهني تحدي لي، يا أني أنجح وأحقق مكسب أو أطلع بتجربة
بدون أن أحقق مكاسب. طبعا دخولي لسوق الأسهم حققت نوعا ما، ولكن سبحان الله أنتم عارفين الانفجار اللي حصل في سوق الأسهم 2006. التنامي السريع اللي حدث حسيت أنه في شيء في سوق الأسهم، فسحبت اللي قدرت أسحبه واللي ما قدرت أسحبه. سحبتها قبل 2006 قبل النكسة؟ أيوة أيوة قبل النكسة، يعني مع أني تعرضت لنوع من الخسارة. بعد كذا جربت إلى أو اتجهت المجال الثاني ربما أنجح، اللي هي المضاربة بالأراضي. أبيع وأشري وأبيع وأشري العقارات، يعني العقارات بشكل عام، وبرضه ما كانت هذيك المكاسب، بس اكتسبت تجربة. نعم. بعد كذا دخلت مقاولات اللي هي العمار، في طبعا بناء مسكن لي، كانت من أقصى التجارب اللي مرت فيها. يعني تخيلي امرأة تقوم بعملية البناء، تتفق مع مقاول، تتفق مع سباك، تتفق مع وتروح عند البيت عند الأسمنت وأروح عند الحديد وأعرف أسعار الأسمنت متى يرتفع، أعرف أسعار الحديد متى ينخفض إلى آخره. يعني من الأشياء اللي جميلة جدا كنت أقول لما ارتفع الحديد والله كنت أخذ الطن ب 1600 الآن 3000، لا مصيبة يعني للي بتعمل. يعني هذه من الأشياء اللي أفدت فيها غيري، ودائما كنت أتحدث عن العمل اللي أقوم فيه حتى النساء اللي حولي أقول لها اكسر الخوف، ترى إحنا نقدر نسوي، بس اكسر الخوف. ما أخفيكم أنا كنت خايفة، لكن الدعم الأول والأخير كان والدي الله يسعده إن شاء الله. الله يخليك. الله يرضى يا رب. سهى، الإعلام ما أتاح لك فرصة كبيرة إنه أنت تدخلين بالسوشيال ميديا. نعم. ويصير عندك فانزات كثير ويصير عندك متابعين، بس أبغى أعرف كيف، إيش المحتوى اللي أنت تقدمينه؟ أحب أقول لك بس من التجارب اللي أيضا قدمتها اللي خلتني أقتحم أكثر من تجربة، دخولي أيضا الانتخابات البلدية. ما شاء الله. أي دخلت الانتخابات البلدية وأنا كلي أمل أني يعني أحصل على أصوات عالية، لكن للأسف ما قدرت، ولا أعتبر أني خسرت، لأني بدخولي هذا المجال أثبت أني قادرة متمكنة أني أقدر أدخل أي مجال. صحيح. بدون خوف. صحيح. ننتقل بعد كذا لسؤالك اللي هو السوشيال ميديا. طبعا أنا كنت متابعة لأغلب المشاهير، في محتويات جيدة وفي محتويات والله أنها مضيعة وقت. صحيح. بعدها أنا قررت أنه لازم أفتح السناب شات وأبدأ أعمل يوميات كيف أنا أحفز سواء امرأة أو رجل أو طفل، حتى الطفل ممكن أني أحفزه بيومياتي العفوية. يعني لو تلاحظين أنت أغلبية المحتويات اللي يقدمونها مشاهير السوشيال ميديا، مشاهير السوشيال ميديا أغلبها يوميات، بس يوميات يعني أنت قاعدة تلاحقينه في كل مكان، لا. فلما أنا أطلع من المدرسة أعمل مثلا وجبة البيت، أشوف الارتباطات اللي عندي، أشوف الأعمال اللي تخص العمارة مثلا، أشياء تخص المستأجرين، المشاكل اللي ممكن أتكلم فيها تخص المرأة، فانزاتي أيضا يدخلوا ويقول استشيروني بعض الشغلات أنه اسألي متابعينك عن كذا وكذا، فحسيت أن العفوية هي اللي خدمتني فيها. وعندك هدف، يعني في الأول وفي الأخير أنت كنت ممكن بطريقتك، ممكن أنا آخر واحدة تتكلم عن الموضوع ده لأنه أنا فاشلة جدا في السوشيال ميديا، بس بشكل أو بآخر أنت كنت بتحاول توصلي مسجات أنه أنت مرأة عاملة بتعيش حياتك بشكل طبيعي. نعم. عندك حياة، بترجعي بيتك بتطبخي، بتشوفي عائلتك، بتشوفي أمورك كلها، وفي نفس الوقت بارزة ومتميزة. صحيح. في شغلك. لكن التحديات اللي واجهتيها سهى في السابق كمرأة يتهيألي الآن إنها بدأت تقل تدريجيا. نعم. كيف تشوف الموضوع ده، خصوصا إنه الآن إحنا في آخر 5 سنوات خلينا نقول صرنا داعمين للمرأة السعودية وبقوة؟ شوفي، أنا لما تكلموا الأخوات عن الإعلام، أنا من خلال السوشيال ميديا دخلت مجال الإعلام. بتقولي لي كيف دخلتي مجال الإعلام؟ طبعا لما انتشر سنابي على مستوى جدة أو على شريحة كبيرة ودخل فيها عدد كبير من الإعلاميين، بدأ يقولوا لي سهى أنت فيكي خامة صوت جيدة، لما تستثمرينها؟
يعني أنا مفهوم الاستثمار للصوت كان محدود جدا، يعني ممكن أستثمر بمقاطع صوتية بموضوع أطرحه من خلال السوشيال ميديا اليوتيوب وغيره، لكن أني ممكن أدخل إذاعة أو لا ما كنت يعني أتوقع صراحة. هذه نقطة تحول في حياتي، كان الدكتور فهد غزولي الله يرحمه إن شاء الله هو اللي شجعني وهو اللي أخذ بيدي، ويمكن هذه الأشياء اللي حمستني أنه لقيت المجتمع يعني يرحب ومتقبل. طبعا كانت عندك محتوى يا سهى، طيب انت عندك محتوى يا جماعه. انا تعبت وانا اقول الناس اللي عندهم محتوى الحمد لله. هم اللي الناس اللي فضت تتابع اللي تابعهم يعني صحيح. فلما دخلت اتذكر كانت المقابله مع المدير العام لاذاعه جده، وكانت برضو مديرة القسم النسائي قالت لي كلمه والله العظيم يعني حسيتها انها يعني اثقلت علي المسؤوليه، تقول لي سهى انت مكسب للاذاعه. يا سلام يا سلام، والله العظيم يعني حسيت انه قلت لها يعني قديش انت حملتيني مسؤوليه. شهر واحد خضعت للتدريب، طبعا بعد اختبار للصوت الى اخره، شهر واحد خضعت التدريب، تفاجات بعد كذا سهى امسك المايك مباشر. انا دائما اقول الانسان اللي يعرف يكتب محتوى هو اللي يقدر انه هو يوصل وصوته يوصل اكثر للجمهور والمتابعين والمشاهدين. صحيح. صحيح. بغض النظر على اي منصه، سواء كانت على سناب شات، على الاذاعه، على التلفزيون وغيرها، وينسن الانسان هو يبدا يحط النقاط حقته ويعرف الربط والتسلسل بيناتهم، هو باذن الله يعني راح يوصل بطريقه تكون جدا سلسه. وانا تعلمت في اذاعه جده، يعني كنت متدربه في اذاعه جده، يعني تخيلي انا المعده وأنا اللي بجيب الموضوع وأنا اللي ببحث عن الضيف، والحمد لله كان يعني من الشخصيات اللي استمتعت بالمقابل معهم الدكتور عبد الله رشاد، الفنانة أصيل، عدد كبير من رجال الأعمال، بعض يعني المسؤولين في الدولة، بعض الوزراء أيضا عملت معهم لقاء، كانت تجربة جدا جدا ثرية. بعد كذا انتقلت للميدان والميدان كان أصعب، وأيضا كل ما أشوف أمامي الصعوبة أقول هذا تحدي لنفسي، يا أكسبها يا يعني أوقف ما أستمر. مراسلة كنت أصعب، طبعا انتقلت للميدان كمراسل المهرجانات للأفنتات اللي تقام في جدة. يعني تخيلي أنت على الهواء وأنت تنتظري شخص وفجأة يقول لك لا ما أقدر ما أقدر، إيه هاي دبريلي في الدقيقة هذه، دبريلي في الدقيقة هذه شخص يحل محله ولازم تعدي الأسئلة مرة ثانية. إذن هذا تحدي ولا ما تحدي؟ أكيد. إحنا في التحدي ده كل يوم كل يوم فهذا هو اللي أنا صراحة يعني جدا جدا يعني مبسوطة من التجربة هذه اللي أخذتها. سهى، طلاقي نقطة الانطلاق والبحث طبعا عن النجاحات لنفسي، عالم يعني عالم أجد نفسي فيه. نعم. صحيح؟ صحيح. أراكي تحكي لنا أكثر. شوفي يعني إحنا حياتنا كلها نقاط تحول. صحيح. بمجرد ولادتك وظهورك على الحياة، هذه نقطة تحول في حياتك إنك ظهرتي على الحياة. صحيح. بانطلاقتك في التعليم، تخرجك نقطة حياة، توظيفك نقطة حياة، زواجك نقطة حياة، تخلفي بيبي، طلاقك نقطة. صحيح. أنا ليش اخترت هذه النقطة؟ لأنه مو كل مطلقة يعني تقول أنا هذه آخر حياتي. عبارتك صراحة. نعم. عبارتك كانت جدا جميلة. الله يسعدك. يعني ما تقول لي أنه هذه آخر المطاف ولا أنا أستحي أني أطلع وكذا. أنا لما أقول أنا مطلقة، طبعا أنا تزوجت بعدها على فكرة أرتوب، لا يعني أنها نهاية العالم، ولا يعني في هذه العبارة أني ما كنت أمارس شيء. بالعكس، أنا قبل الطلاق أنا عملت، كنت دخلت صلاة الأسهم وضربت بالأراضي ودخلت مجال العقار، يعني ما كان الزوج عائق، لكن أنا ركزت على هذه النقطة أنها نقطة تحول، على أساس أنه بعض المطلقات الله يهديهم خلاص. صحيح. تنتهي. يعتبروها أن حياتها انهدمت. انهدمت. طب ليش؟ الفرصة أمامها، بالعكس بتخلق لها فرص. وجود عالم لي للنجاح معناته أني أجد نفسي، أجد لي عالم. وأنا دائما أقول أنه المرأة بإمكانها تنجح مع رجل غير زوجها، غير ولدها، غير أبوها، وتنجح نجاح مبهر. صحيح. في حدود عمل، في حدود عاداتنا وتقاليدنا، وطبعا الدين أولا. جميل. حلو. طيب سهى، أنت ترشحتي للمشاركة في الجنادرية 33. نعم. واستضفتي من إدارات التعليم عشان تنقلي تجربتك، وما شاء الله تبارك الله يعني
طريقتك وأسلوبك وطريقة حوارك مؤثرة، أنت إلى أي مدى تقدر تقيمي نفسك أنك أنت مؤثرة؟ والله شوفي، بالنسبة لمشاركتي في الجنادرية أنا كنت خايفة منها. ليه؟ لأني بطلع منقبة، وعادة أنه أي امرأة تكون أمام الكاميرا الضيفة ممكن منقبة، بس لما تكون هي صاحبة البرنامج هذا صحيح. تكون غير منقبة. كنت أتوقع أنه يعني يكون رد ممكن يعمل لك حاجز. أيوة للجمهور ممكن، بس بس الحمد لله يعني كانت انطلاقة البرنامج له صدى كبير جدا، وتفاعلوا معه وصاروا يعني مثل الحلقة الثانية. أنا 21 يوم قضيتها في الجنادرية وما قدرت أسوي إلا 16 حلقة فقط. ما شاء الله كلها يعني تقريبا. لا 22 يعني تقريبا 3/4. طبعا نوعت في المواضيع الحلقات. طبعا الحلقات هذه كانت تخص بيت الباحة. ماذا يحدث في بيت الباحة؟ كان البرنامج اسمه ذاكرة الباحة مع سهى. استضفت فيها شخصيات الزائرين إلى بيت الباحة اللي يحدث في بيت الباحة يوميا. ردود الأفعال كانوا يقولون إحنا ما كنا نعرف شيء عن الجنادرية. احنا كل يوم قاعدين نشوف شيء متجدد، انه في البيت في اشياء قاعده تحدث يوميا. فحسيت انه الحمد لله الحمد لله اوقعت الاثر. يعني لم يكن الحجاب، لم يكن النقاب عائق امام تقدم المراه، وهذا ما نقوله انه في سوق العمل انه المراه لا يعيقها شيء. اكيد. طيب سهى، معلش خليني اسالك هذا السؤال اللي لازم يعني لابد ان اساله اياه، اسالك اياه خصوصا انك يعني شخص بداتي من زمان وتدرجتي ومريتي في مراحل انتقاليه كثير. في ظل تمكين المرأة اللي حاليا احنا قاعدين نعيشه وبنشوف نماذج كثير للسيدات ما شاء الله عليهم قاعدين بيطلعوا وبيبدعوا كذا، لكن في ما زال في بعض الفتيات عندهم هذا الخوف. عندهم الخوف. ايش تحبي توجهي لهم كلمة او نصيحة بحيث انهم يقدروا يستغلوا وينتهزوا هذه الفرص؟ انا ذكرت لك في بداية اللقاء انه على المرأة انها تكسر حاجز الخوف وتكون داخلة لسوق العمل أو لأي مجال. خلينا نقول يا أما تبحث عن عمل أو أنها تقوم بالاستثمار. أول شيء تخضع للتدريب، تدريب مهني، تأهيل. أهم شيء أنها هي عارفة أنها بتطلع من بيت محدود إلى عالم أكبر. صحيح. إضافة إلى أنها لابد أن تنجح في العلاقات. يعني متى ما تكون المرأة ناجحة عرفي أن وراها علاقة ناجحة. كيف تقدر تثبت لهذا اللي أمامها في أقل من دقيقتين أنها قادرة بالحوار، وتأثر على فكره وتأثر حتى على يعني عقله. ترى على فكرة لغة الجسد ممكن أنها تكون مؤثرة، فكيف تقنع هذا الشخص أنها قادرة أنها تحدث التغيير وتحدث الأثر. في النهاية أقدر أقول أن المرأة السعودية بصمة، إذا وضعتها أحدثت الأثر. صح. يعني صراحة ما بعد كلامك كلام، أنا ما راح أقدر أعلق ولا أقول أي حاجة يعني. بس سهى الزهراني شرفتينا ونورتينا بالفعل. أنت يعني أنا جلست معك يمكن كم ولا 10-15 دقيقة، فعلا أنت مكسب اليوم كنت لينا في البرنامج. أشكرك. وأنا سعيدة جدا أن أنا تعرفت عليك شخصيا وعن قرب. شرفتينا. شكرا. ونورتينا. شكرا أنت أكثر. الله يعطيكم العافية. شكرا. وأنا أسعد. الله. مشاهدينا لا تروحوا بعيد، فاصل سريع ورجعين لكم من جديد. نيرة سناني أم سامر معلمة أسست أول مدرسة أهلية للبنات في الجبيل، واللي كان لها دور في إنشاء أول مدرسة حكومية. أسست متحف تراثي في منزلها كمبادرة لتعزيز ثقافة البلاد للزوار الغربيين ودعم للجمعيات الخيرية. 45 سنة مروا في جمع التحف، أكيد من غير ما ننسى دعم زوجها سعود الأشقر أبو سامر. قصتها بالتفاصيل في التقرير التالي. ولدت بعنيزة وانتقلنا من عنيزة إلى الجبيل، تربت فيها، عشت فيها إلى سن يمكن 15 سنة أو أكثر.
درست فيها ودرست فيها. بعد ما نجحت على طول جاني خطاب يطلبوني أصير مدرسة بالدمام، بس طبعا أهالي رفضوا، الدمام وين؟ بعيد عن الجبيل. طبعا ما رضى وقال افتحوا مدرسة بالجبيل وتدرس. معلش قالوا أهل الجبيل ما حد يبقى مدرسة، يعني يسألون الرجال الكبار. الأمير الله يرحمه أمير الجبيل الشويعر كان يسأل الرجال اللي يجونه، وكلهم يقول لا ما عندنا بنات تروح المدارس. كان فكرة المدرسة إلى الحين يعني ما ترسخت بعقولهم. أنا فكرت مدام كذا خليني أفتح مدرسة أهلية، أبي أبين إن في صحيح بنات يدرسون. والحمد بعدين أخذنا يعني خالي كان متساعد معنا، أخذ الملف هذا وقدمه للأمير، الأمير قدمه للوزارة، كانت ذاك الوقت الوزارة ما كانت رئاسة، وعلى هالأساس الملف هذا افتحوا أول مدرسة حكومية بالجبيل. طبعا كان المستويات اللي درسوا عندنا في أول صاروا في ثاني، يعني قبلوا شهاداتنا إلى صار أعلى صف بالمدرسة هذه الحكومية إلى صف رابع. درست فيها طبعا هذه لين انتقلنا للدمام، ودرست كملت درست بالدمام. بعدين تزوجت، بعد ما تزوجت زوجي الحمد لله سعود الأشقر انتقلنا الرست النورة، تركت التدريس، قلت خلاص الحين عندي مهمة ثانية غير التدريس. بدايتي مع تجميع التحف بدأت بقطعة صحفة من زوجة خالي أهدتني إياها، بس يعني ما كنت ذاك الوقت أنا مهتمة، أخذتها وحطيتها بالخزانة. بعد سنة أمي فاطمة صحيمي الله يرحمها أهدتني مقاس اللي هو الصيف. لما شفت القطعة هذه تذكرت القطعة الأولية، طلعت القطعة الأولية وحطيت القطعتين مع بعض وحطيتهم في زاوية في البيت، يعني صاروا قطعتين أوكي يعني معلش. بعدها رحت كنت بالسوق بالدمام حصلت مكوى، قلت عندي قطعتين ليش ما يعني يصير على الأقل ثلاث أكثر بهالزاوية، اشتريت القطعة هذه وحطيتها معهم. بعدين يعني قطعة مع قطعة مع قطعة مع قطعة لين تكون عندي. وبعدين صرت يعني من كثر ما أشوف وكذا خلاص صرت يعني أحب القطع، أحب الأشياء القديمة، أي شيء تراث، أي شيء له علاقة بالتراث أحبه. والأشياء اللي عندي بعد ما بديت الأول كان بس يعني أحطهم كتحف، يعني كأعتبرها كزينة في البيت. كثرت شوي صرت أحط لها زاوية أكبر. بعدين صاروا يجوني ناس، يجوني أجانب يشوفوا، صرت أتكلم لهم عن هالقطع اللي عندي هذه، شفت استحسانهم، شفت يعني أخذت تشجيع إن شهر هذا اللي عجبت، صرت يعني أحب أكثر وأكثر. وشفت الأجانب خاصة إن ما عندهم فكرة عن تراثنا، صرت أجيب أشرح أتكلم، صرت يعني أجمع أكثر وأكثر. والعدد يعني فوق يمكن 10,000 قطعة كذا. واللي أشياء اللي أجمعها يعني أقول 95% من تراث المملكة، يعني أي شيء يخص المملكة من أي منطقة من مناطق المملكة اللي أهتم فيها ويعني وأحاول إني أحافظ عليها. بس كل قطعة أعتبرها مثل عيالي، عيال العيال، في أحد أغلى من أحد؟ لا، كلهم واحد. كل قطعة عندي تساوي الثاني، كلهم يعني مثل عيالي أعتبرهم. تجيني وفود من السفرات وغيرها، وطبعا يعني ينبهرون من العادات ومن الأشياء هذه، ويقولون يعني مثلا ذكرتين في أشياء، يقولون ذكرتينا كانوا أجدادهم عندهم نفس الشيء. والله التراث يعني كل شيء لي، يعني مثل أقول هو عائل مثل عائلتي، يعني جزء مني لا يتجزأ، وين ما أروح وين ما أجي عيوني مفتحة على الأشياء التراثية. دوري أنا تأييد أو تشجيع معنوي ومادي إلى حد ما يعني.
كل الدور والمساهمة الرئيسية كلها منها. ولا مر وقت أقول يعني هذا مشروع راح يكون ناجح، لأنه بدأ تدريجي، يعني قطعة قطعتين ثلاث بعدين شوي شوي شوي، وكل يوم يزيد شوي، كل يوم يزيد شوي. واهتمام الناس إنهم يجوا يزوروا ويتفرجوا هذا خلاني أعتبره ناجح. أنا في البداية أعتبره إنه نعتز أو نشتاق لتاريخ أجدادنا وهذا ونرى في المقتنيات، بس مشاركة الثانيين هذا هو يعني خلانا نتحمس أكثر. بس أنا أعتبر هذا من الأشياء المهمة، إن نوري نطلع الأجانب قد ما نستطيع إيش كيف أجدادنا كانوا عايشين مع صعوبة المعيشة في الصحراء، وهذا كيف قدروا إنهم يعملوا ويخدموا نفسهم بنفسهم في معظم الحاجات اللي يحتاجوها في حياتهم. يعني السيدة منيرة والسيد سعود الأشقر الله يخليكم يا رب لبعض، أنا حبيت إنه هو حابب إنه هي بدأت تجمع في التحف، هو بيقول أنا بساعدها بكل ما أقدر ماديا معنويا بجمع معاها. جميل إنهم هم أيوة. إلى يعني الحمد لله ما شاء الله يخليهم لبعض وصلوا للعمر ده وهم في بينهم أشياء مشتركة. صغار وش العمر هذا؟ طيب أوكي بسم الله على قلبهم، والله مرة حبيتهم. الله يحفظكم ويخليكم البعض يا رب. كثير حبيت أنا من جد الآن، صرت مرة نفسي أروح وأزور المكان. نتمشى شوي مع خلا منيرة نشوف إيش التحف والأشياء، لأنه فعلا التقرير يعني حمسنا نشوف إيش الباقي. والله يعطيك العافية كمان زوجها الأستاذ سعود داعمها معنويا وماديا، يعني حلو لما الواحد يكون يدعم الشيء اللي أنت تحبينه، موهبتك كانت ولا أي حاجة. أنا أكثر شيء حبيته في هذا التقرير أنه كيف ذكرت أنه أنا بدأت أجمع التحف، وهذه القطع بدأت من قطعة مرت خالها أهدتها إياه، بعدين الوالدة، بعدين اكتشفت أنه هي بدأت تحب تجمع هذه الأمور. وبنعرف الناس اللي يكون عندهم شغف لهذه الأشياء ممكن يلف السعودية كاملة يروح يشوف إيش هي القطعة الأنتيكة هذه ويبدأوا يجمعوها. زي ما شفنا المكان كان كثير حلو، وفعلا تحس أنه في تاريخ وفي قصة وفي تراث في كل ركن كان موجود طالع معنا في التقرير. هي كويس، هي يعني المتحف حقها للسعودية. أيه. في ناس كمان لما يكون يبدأ الموضوع عنده مثلا يدخل للعالمية تلاقيهم كل ما يسافروا أي محل يدوروا على فين مثلا بالصبت. المحلات اللي تبيع الأنتيكات ودي الأشياء ويروحوا ويلا شيلي وزن يعني ومعاكي أغراض. عاد أنت خبرة في هذا الموضوع. أيوة. خالة سمارة الله يحفظها عارف عندي السالفة كلها. الله يخليهم عموما لبعض. التقرير جدا جميل. مشاهدينا فاصل وراجعين لكم من جديد. رمضان على الأبواب وزي كل سنة ندخل في دوامة إيش أطبخ لكم بكرة. والأهم من ده كله إحنا بنحاول ندور على طبخة سريعة وسهلة التحضير. ضيفتنا أكيد عندها الإجابة، الشيف رسمية أبو الغيت. أهلا وسهلا فيك شيف رسمية. أهلا وسهلا فيكم، شرفت فيكم. أهلا وسهلا. الله ينور بحياتي. رمضان جينا إن شاء الله على خير، كل سنة وأنت طيب وسادة المشاهدين بصحة وخير وسلامة. تجلس الأم كل يوم إيش تبغوني أطبخ لكم بكرة؟ ايش في بالكم بكره؟ اللي يقول لك ما ابغى مقلي، اللي يقول لك خلاص طفشنا معجنات، اللي 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 بتفضل الام مسكينه محتاره. ايش عندي كده اشياء سريعه وسهله؟ انا شوفي حبيبتي بالنسبه عندي في رمضان اساس انا اول شيء من اهل مكه. اهلا ام لاربعة اطفال، اثنين شباب كبار بسم الله عليهم، بنتين صغار. عودت اولادي انه دائما سفره رمضان انه يكون فيها سلطات، عشان نقلل شوية من المقليات، نقلل شوية من حاجات الدسمة. وعندي شوربة شيء أساسي.
دائما بس احنا طبعا اهل مكه عندنا الشبه الاساسيه اللي هي الحب، دي حاجه اساسيه دائما نحطها، دي شيء الاساسي، وجانبها شرب اخرى. عودتهم انه في يكون عندهم سلطات بحيث ان نقل، انت عارفه رمضان لانه احنا في اخر النهار ما شاء الله الناس بياكلوا كثير واخر الليل، وما شاء الله الاوزان تزيد، تيجي العيد وزنك ما شاء الله زايد، فحبيت اني اعودهم انه يكون عندهم بس السلطات بياكلوا، سندوتشات بسيطه انا اللي اعدها خاليه من الدهون، المايونيز مثلا خالي من المايونيز، اعد لهم حاجات شبه زي المايونيز بحط لهم هي، فكون انا عارفه انا ايش الاشياء اللي هي قاعده انا اسويها. حتى السموسات بديت اعودهم اني اعملها اللي هي بدون زيت، اللي حقت ملعقه زيت القلايه الهوائيه دي. طيب يا استاذه رسمية، هي البوف هذه مستحيله، هذه البوف مستحيله، يعني تجيبيها من هنا تجيبيها من هنا لازم تنقلها، ما بنفع ما بنفع فلازم نسويها، بس يعني على قول يعني حاجة أحسن من لا شيء. يعني بس السلطات، بتعودوا أطفالي أنه لازم على صفرة رمضان في سلطات، إذا ما في سلطة يعني في حاجة غريبة في البيت حصلت. سلطة وشرب هذه أهم مكونين، هذه أهم حاجة، والفول على جنب يعني طبعا. الفول ده شيء أكيد، ده الفول شيء أكيد. طب مدام رسمية أبغى أسألك، يعني بحكم أنه إحنا في رمضان يوميا لازم ندخل المطبخ، يوميا لازم نسوي أشياء، ونحب أنه إحنا نغير وما يكون أو ننوع معنا صح، عشان ما نمل من نفس الأكل لو كان ألذ شيء في الحياة. لما ناكله دائما دائما خلاص يعني راح تمل منه، فدائما السيدات سواء كانوا عاملات او ربات بيوت يحاولوا يعملوا اشياء ويفرزنوها صح. عاد هذا احلى سر، طلع جاهز واقلي ولا اطبخي وخلاص. ايش الاشياء اللي احنا ممكن نفرزنها، وايش الاشياء اللي ممكن يسويها في نفس اليوم؟ ما اتوقع سلطه هذه لازم تكون فريش طازه كل يوم بيوم. والبف والبف صح، صح صادقني ما تنفع البف ما يتفرزن ابدا، حاولت والله بس فشلت ما بينفع ابدا. وحتى في ناس بيجي يبيعوا لك هي مفرزن ما تطلع لذيذة زي لما انت تسويها. ايش الاشياء اللي نقدر نفرزها؟ شوفي اشياء مثلا، انا كنت يعني انا امراه عامله وبشتغل، فكان عندي شيء اللي بياخذ وقتي كثير اللي هي السمبوسه مثلا، المثلثات او الفطاير معين، فدي تلقيني انا بفرزنها. الدجاج بعض الاحيان انا عندي تتبيله دجاج معينه، وجبت لكم هي مثلا اليوم في الساندويتش. هذا طبعا كل ما قعد فتره كل ما طلع اطعم، فتلقيني بعمل كمية وبأنقعه وبعدين بحطه في أكياس وأفرزن فيه، وقت ما أحتاج طلعت على طول. طيب سويته. طيب أستاذة رسمية، أنت جايبة هنا أشياء لنا بالاستديو، لو تكلمينا عنها شوي. طيب أول شيء أنا عندي، نبدأ بالسلطات تحبوا؟ يا ريت. إيش رأيك أنت تبدأي بالسلطات وأنا أقوم أغرف سلطات؟ تفضلي. عافية عليك حبيبي. أول سلطة اللي هي دي أنا ابتدعتها، اللي هي الملفوف الصغير، شفته في السوق وعجبني قلت يا الله ابغى اعمل منه حاجه. ملفوف الصغير هذا اللي بيجي صغير هذا، ده مستورد هذا. اوكي. فقلت خليني افكر فيه بطريقه اسويه، فسبحان الله قعدت شفت المكونات، شفت الاناناس، قلت الاناناس مع طماطم الكرز بينفع مع المكسرات، انا دائما عناصر سلطاتي لازم يكون في المكسرات، في شيء في اي شيء، في شيء يعني من الخضار. السر في سلطاتي انا الصوص. الصوص انت تعمليه؟ الصوص انا اللي بعمله، ولا بحد بيعرف ايش هو، ولا راح اقول وش هو، ولا حقول ايش هو، انا جايبته معايا بس ولا حقول، يعني الصوص غريب، يعني السلطه بتقدر تعمليها اي حاجه، لكن الصوص الميزه الفكره بالسلطه انا عندي الصوص. انا اعتذر استاذه رسميه بس انا ممكن تعطيني تغرف لي الهواء غزل توقعتك تغرفين لنا؟ لا غزل اغرفت النفس وجلست يا جماعه ما عندها اي بالعافيه عليها. عندك السلطه الثانيه اللي هي سلطه الكسكسي. برضو هذه قعدت افكر ايش اعمل فيها، بدل البرغل نجيب الكسكسي. شفت الجرجير، طيب ايش اعمل له زياده؟ اضيف طماطم؟ لا الطماطم مش حينفع، حيعمل فيها مرقه مش حتزبط. حطيت لها الفلفل الرومي، حطيت فيها التوت البري، حطيت فيها اللي هو يسموه اللهم صل على محمد الرمان المجفف، حساس انه يدي لها شويه حموضه. ازدرتش؟ ايوه صح، هو ازدرتش. ايوه حطيت فيها زيت سمسم اللي فيها البروكلي الصغير، البروكلي المنفوف الصغير. زيت سمسم صح؟ لا بينت باتر. شاطرة. ايوه اوكي، غزل لا تطلعي قامت تحلل. شاطرة. ف
فسويت برضو هذه برضو من ابتدائي انا كمان سلطه الكسكسي عملتها. فعلا لما قالت كسكسي توقعت على طول انه إيه؟ انه الاكله ايوه على طول لما نظرت انه لا والله سلطه. لا سلطه وجميله ولذيذه يعني، وحتى تلا حاجات بتديها حموضه، حاجات بتديها لسعه مثلا زي البصل الاخضر. كيف تطفي البصل الاخضر بتدي له حاجه ثانيه برضه لها صوص معين خاص بها هي. بتعرفي ايش مشكلتنا استاذه رسميه؟ انه احنا لما نجيب طبخه او نخترع طبخه او نحب طبخه ما نعرف الصوص كيف نستخدمه مضبوط. يعني زي اليوم غزل عملت لنا ورق عنب، فعليا الورق عنب عادي بس الصوص اللي فيه هو اللي يعني هو اللي بدا طعمه النكهه فعلا. طيب بصراحه لذيذه بالعافيه انا وعافيه راحتي عشان يعني ابعمل معك اللقاء وبدنا نعمل مشاهدين وكذا بس ان شاء الله تحت الهواء. طيب خليني اسالك مدام رسميه، يعني العرايس دائما يحبوا مثلا يعزموا اهل زيجانهم اهاليهم خصوصا عاد في رمضان هنا شيء اللي يبيض الوجه. ايوه يا خابت يا صابت عاد. طيب وهنا شوف عندك تنوع سندوتشات، اتوقع انا اتوقع ان المفروض تكون سهله لاي واحده دوبها متزوجه واحده عروس انها تسويها. ايش الشغلات اللي ممكن تنصحيها فيها؟ ايش انواع السندوتشات السهله ان الواحد يسويها في البيت؟ شوفي انا مثلا عندي انا ما بحب بخبز كثير. ما تحبي تخبزي؟ بعرف اخبز بياخذ وقت. ما انت متوفر عندك في المخابز السندوتشات الصغير انت بتدعي فيها وبتكري بحركاتك انت انت بالوانك انت مثلا عندك هذا اللي بالنص برجر، هذا برجر بخلطه صوص الافوكادو. انا سويته بخلطه الافوكادو بدل ما احط مايونيز واحط مش عارفه ايه افوكادو ابتدعتها انا وسويتها وبس. واللحمه انا اللي عاملتها. برجر هو كباب كفته. ايوه كباب عادي جدا، لحمه عاديه مبهره تبهير عادي، ملح فلفل اسود بس ولا شيء تحطي فيه عشان طعم اللحمه ما يروح. الفكره في البرجر دائما في الصوص اللي بيعملوه. صح أيوة. صح فانا عملت هذا الصوص واخترعته وحطيته ومع هذا الخس وصار سهل جدا. يا سلام. هذا الثاني هذا هذا تقريبا زي ما نقول يشبه له ايوه بس برضه الصوصات انا اللي عاملتها. هو انا استاذه رسميه الان البنات لما يشوفونا يبغون يستفيدوا شوي، يعني لا تقولي الصوصات حقاتك بس اعطينا بدائل، يعني نعرف انه احنا عندك خلطاتك الخاصه وصوصاتك الخاصه بس نحتاج كمان يعني نفيد المشاهدين يعني شوي حق الديناميت يعني اعطينا شيء بديل. هذا ممكن هنا لو راحت السوق بتلاقي صوصات كثيره موجوده للسلطات للدايناميت هذا الجمبري موجوده يعني، فهي تختار كم نوع وتخلطهم مع بعض. إذا حابة مايونيز تحط شوية مايونيز معه وتعمل شوية زبادي إذا هي حابة زبادي شوية يعني تعمل لهم. أنا بقول لك طحينة أستاذة رسمية. أنا ساعات بخلطاتي أحط طحينة مع الزبادي مع الصوص اللي أنا أحبه يطلع كثير طيب مع شوية ليمون. ده حلو لحاجة تانية. أوكي. لكن لما بتعمل مثلا زي هذا الدايناميت الطحينة بتطغى عليه. ما تحطي الطحينة الأشياء معينة تحطيها يعني أنا مثلا عندي طريقة لسلطة بحط فيها الطحينة الحاجة معينة مثلا للفول أشياء معينة، لكن مثلا زي هذا ما ينفع أبدا الطحينة حتطغي على الأكل تماما على الصوصات اللي أنت بتحطيها. عندك الدجاج هذا الدجاج أنا ناقعته برضه صوصات معينة وبهارات معينة وتنقعي أهم شيء بالليمون وشوية الخل وتحطي له النشا وتضبطي وتبي تحطي بالفريزة وقت ما تبغي طلعي. انفتت الدجاج لا صدور دجاج مش صدور صدور دجاج بس ما ينسلق. ما ينسلق تتبليها تقطعي تقطيع عادي وتتبليه بالتتبيلة اللي أنت تبغيها بالفريزر. أيوه وتحطيه بالفريزة وكل ما جلس هذا كل ما كان أحسن عشان يتشرب الخلطة نفسها. طبعا حاطت له صوص الثوم المعروف اللي احنا نعمله بنباع في ممكن تشتريه من المحلات ممكن انت تسويه بالبيت. كيف نسوي؟ صوص الثوم انا والله تعلمته من واحد لبناني. الله يذكره بالخير لما كنت في لبنان فقال لي جيب الثوم وافرميه ومع الليمون اخبطيه 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 في خباطه قويه فعلا يصير سايل ابيض. وتحطي زيت زيتون معه كل شيء تحطي زيت زيتون. طبعا عشان تمسكي شويه التقل تحطي بطاطس مسلوقه معه. بطاطس مسلوقه. بطاطس مسلوقه. وصار عندك صوص ثوم.
جميل. وتعملي وعملت له باذنجان والدجاج هذا ومخلل وفلفل، حاجات حيعجبكم ان شاء الله. انا احس انك انت استاذه رسمية ما تحبي المايونيز، يعني اي حاجه بتبعد يعني المايونيز. شوفي انا ببعد اشياء كثير، مثلا في طبخي ما بستخدم الماجي ابدا، ما تدخل بيتي الماجي باي انواعها. المايونيز بستخدمه بس في حاجات معينه، بس بحاول ابتعد يعني. أيوة. بحاول يعني اقلل هذه الاشياء يعني قدر المستطاع يعني. لكن في اشياء في سلطاتي بدخل فيها المايونيز. طب هذا مثلا احنا نقول للجيل الان، لكن زي جيل بابا وبابا سوي لهم سندوتشات، اجي اسوي له سندوتشات يقوم يقول لي شكرا، يعني انا صايم طول اليوم عشان تجي تجيبي لي هذا ساندويتش. هذول الناس اللي المنتاليتي حقهم لسه حق زمان. وفي برضه الى الان رجال هم صح في العشرينات وفي الثلاثينات بس لا نبغى اكل. فين جيبي لي؟ ابغى سمبوسه بوف، ابغى اكل مطبوخ، اكل انت عارف طباق بريك الاكلات دي حقتي. ايوه انا عندي هدول. انا كيف اقدر اقنعهم بالساندوتش؟ ما راح تقنعني، مش صدقيني ما راح تقنعينهم هدول. يعني حطي دي الاشياء وضيفي الاشياء اللي هم بيحبوها. انا عندي ابني بسم الله عليه، يعني اذا ما في شربه الحب ما في سمبوسه البوف، وجنبها السلطه الحاره احنا نسميها سلطه حاره الدقس احنا نسميها. بيقول لي مثلا لو سويها ما سويتها ماما فين الصلاه الحاره؟ ايه قلت ما سويتها. ما يعتبر انه فطر اصلا. طيب بيقول لي انا اقوم اسويها. استاذه رسميه ذكرت الدقس، كيف تعملينه من جد؟ احنا طماطم مع اغلبنا صراحه، طماطم وفلفل حار، حبه طماطم على حسب الكميه اللي انت تبغيها. على حسب يعني ممكن 2 طماطم على 4 فلفل على كزبرة. انا بحط كزبرة وليمون وثوم، وانا ما بحبها بالثوم كثير. احنا والله نحطه مش عارفه ليه. هم في ناس يحبوا. امي والله كانت تحطها بالثوم، انا ما احبها بالثوم فما احط لها الثوم. وممكن كمان اذا حابه نعناع بديها طعامه كمان. ايش هو نعناع؟ نعناع. اوكي نعناع. ناشف ولا فريش؟ لا فريش. وكله في الخلاط الفرامه هذه تخبز بس يطلع يجنن. جميل. تطلع تجنن. يعطيك العافيه استاذه رسميه ابو غيث، شكرا جزيلا لك. الاكل من جد اكثر من رائع، السلطات معلش هاخذ منك الطريقه تحت الهواء ابدا. وبديك الصوص كمان اكيد. شكرا لك، شرفتيني. حياك الله. انا سعيده بيكم وتشرفت بيكم وتشرفت بالاستضافه اللي استضفتوني. الله يسعدك. شكرا لك يا حبيبتي. حياكم الله. مشاهدينا فاصل ورجع لكم من جديد. تتابعينا بعد الفاصل. فن الاتيكيت وادب تحديد السلوك وفق المعايير الاجتماعيه والتقاليد المعاصره فن يجب على كل سيده وفتاه الالتزام به لتفادي الهفوات، فلا يكتمل مفهوم الجمال بدون حسن التصرف، فما اهميه ان تكون هناك اكاديميه متخصصه لفن الاتيكيت؟ هذا اللي راح نتناقش معه مع ضيفتنا في الاستوديو الاستاذه نسيم الطوهر. اهلا وسهلا بك استاذه نسيم. يا هلا وسهلا ومرحبا. أستاذة نسيم، حدثينا في البداية عن فن الإتيكيت وأهميته في تعاملاتنا مع الأطفال، مع الكبار، مع الصغار، مع كل الناس. الإتيكيت اللي طبعا لو قلنا الإتيكيت اللي هو كلمة أصلا فرنسية، لكن هو موجود عندنا بفن الذوقيات. هو فن موجود عندنا أصلا في تعاليمنا الإسلامية. في تعاليمنا الإسلامية مضبوط. فإحنا بس لما يقول الإتيكيت إحنا نخاف. نكش نتخيل الاتيكيت ما غير اللي هو رسمية وجالس سمر على الكرسي ومعي شوكة وسكينة وخلاص لازم استخدمهم بالضبط. لا هو الاتيكيت حتى في الاتيكيت ممكن تستخدمين يدك في الاكل. اوكي يعني في بعض الاكلات لازم تستخدمين يدك في الاكل. السوشي ممكن تستخدمين يدك. بعض السندوتشات تتكلمين يدك ما محتاجة هذه. سندوتشات فطاير سمبوسة صحيح ما محتاجة لا شوكة ولا سكينة. فهذه هي فهو احنا لما اقول لك ان احنا بس نكش من كلمه اتيكيت ونخاف منها ونتخيل احنا لازم ان احنا نقف برسميه وان احنا ما نتحرك ونتجمد في مكاننا صح. لا بالعكس هو اريحيه ونعرف لما يكون الانسان عارف ذوقياته وعارف حدوده خلاص هو احترام ذاتك من ثم احترام انت احترمت ذاتك احترامك الاخرين صح. انا احس الاتيكيت هي قواعد واصول سواء كانت اصولها اسلاميه دينيه غيرها تنظم حياة الإنسان وتجنب كثير من سوء الظن وسوء الفهم. فالإنسان كل ما كان لبق وحريص كده هو قاعد يخفف على نفسه التصادمات أو حتى الفهم بمعنيين. ولهذا السبب مهم جدا أن الإنسان يتعلم فنون الإتيكيت وزوجها ما اعتبرها كلمة دخيلة على قولك بتحطني كده بس أني أنا في قالب محدد قد ما هي تسهل على الإنسان التعامل صحيح. لكن كيف احنا ممكن نفعل مفهوم الاتيكيت حتى يصير حاجه متوارثه لا اراديا سلوكيا بين الاجيال؟
احنا وعيالنا وعيال عيالنا. هو منبعه من الاسره. الاسره اذا علمت الطفل من البدايه كيف يتعامل، كيف يحترم نفسه، كيف يحترم الاخرين، مش الموضوع صحيح. يعني نركز على الطفل. انا دائما اقول الطفل قبل 7 سنوات مستحيل يتعلمينه، حتى بتعليم الدين يعني قبل 7 سنوات مستحيل يتعلم، يتعلم بالمحاكاه بالتقليد، يشوف امه وابوه شو يسوون يسوي زيهم. اذا بغيت تعلم طفلك العادات الصحيحه سوي العادات الصحيحه قدامه، لا تامره ولا تقول له شفويا، قل له بالكلام بالحركات او انت تطبق الشيء هذا ونفس لان السلوك عدوى. ايوه السلوك عدوى. احنا دائما نقول انه الطفل ايش ما شاف عليك بيقلدك، شاف صحيح. ابوه وامه ناس محترمين، ناس ذوق، ناس يراعوا مشاعر الاخرين، او انه حتى يعني بالطريق انه ما يرمون، يعني يعملون اشياء اساسيات، الذوقيات العامه وغير كذا ذوقيات التعامل مع الناس حتى بطريقه الاكل بالاشياء هذه. الان ايش الفائده استاذه نسيم اذا جينا وقلنا انه لو تدرست بالمدارس انه الذوق العام تحسين له فائده؟ هو يدرس المدارس صراحه ماده الحديث فيها كثير، انا مذاكر بنتي الاحظ فيها كثير من الذوقيات، لكن للاسف ان احنا ناخذ نصا فقط لا غير مو تطبيق. صحيح. وهذه مشكله، يعني حب لاخيك ما تحب لنفسك هذا حديث. صحيح. يعني تحابه. إيه؟ هذا تحابه. يعني انا حتى في الهدايا عندنا تلقينها تقول لا اعطتني قيمتها كذا برجع لها كذا، لا هي ما اعطتني، هي حقرتني، هو مساله حقران، هي مساله انها هي ظروفها الماديه مثلا ما تسمح لها تقدم لك هديه بهذا. صحيح. والهديه بمعناها بمعنويتها، يعني ذكرتك واعطيتك هديه، مو لازم المثل بالمثل. صحيح. طيب أستاذة نسيم برضو يعني لازم نركز على موضوع أنه في أدبيات معينة، يعني أوكي ديننا الإسلامي أو الدين الحنيف في تصرفات حثنا عليها وحاول أنه إحنا نتمسك فيها، بس برضو في أشياء تانية خلينا نقول مستحدثة ودخيلة علينا، لازم مثلا البنت خلينا نقول مثلا طريقة جلستها في الأماكن العامة كيف بتكون، طريقة مثلا مسكتها لكوب القهوة، طريقة مثلا أكلها، في أشياء أوكي يمكن الدين الإسلامي أعطانا هي بشكل عام، لكن التفاصيل والطرق المتعددة كيف إحنا نقدر مثلا للبنت تحديدا انه احنا مثلا ندرسها هي، لانه البنت هي اللي حتكون ام وصانعة لجيل المستقبل. صحيح فعلا، هو اعتماد كلي على الاسره زي ما قلت لك وعلى الام. اذا كان في شيء اضافي ممكن عن طريق المدرسه او عن طريق الدورات اللي تقدم في فن الاتيكيت، او لو يكون مثلا مكان مخصص للاتيكيت مثلا تتعلم فيه تتلقى فيه هذه الاشياء. الاتيكيت من العلوم اللي ما تتلقى نظريا. في ناس بيرسلوا بناتهم اولادهم استاذه نسيم على سويسرا، يعني في كثير ناس بيرسلوا اولادهم تحديدا في سويسرا، انه البنت دائما بتروح تعمل سامر كامب او بتروح على سويسرا عشان اهلها يبغوا يدخلوها مدرسه تتعلم فيها الاتيكيت. ليش ما بيكون عندنا مثلا زي دي المدارس موجوده عندنا هنا، خصوصا احنا الان بننفتح للعالم الخارجي. صحيح فعلا، احنا نحتاج هذه الاشياء، وخاصه احنا صارت المراه بتعامل في مثلا مكان، في مثلا يكون الرجل والمرأة في مكان واحد بالزبط. فأنا ألاحظ مثلا هو يعني من الذوقيات مثلا المسافات اللي بين المرأة والرجل كل هذه اتكيتها بالعالمية يعني بالضبط. فهو المفروض أن يكون في أكاديمية واتكيت عالمي زي ما حضرتك. أيوة. قلتي لأنه احنا بنشوف العالم كله. صحيح. لأنه الاتكيت مو مختصر على ناس معينين أو شعب معين، الاتكيت للكل أكيد للجميع مو لفئة معينة طبعا مع اختلاف الخلفيات، لانه مثلا في اماكن المصافحه عادي وفي اماكن لا السيده تركب قدام ولا وراء، وبرضه يعني عند الاجانب مو زي العالميه لما نشوف ايه احنا نتكلم عن العالميه غير عن عشان احنا هنا برضه نكون تحت وفق العادات والتقاليد والشرع، فيمكن شويه يعني في اشياء ربما الواحد لو درسها برا في اتيكيت الاكاديميات الخارجيه يظن انه هي من الذوق العام، لكن عندنا برضه تقطع لرولز يمكن شويه كمان تضيق هذه المسافة أو الحرية في تعبير الاتيكيت. صحيح. لا نقول لك في الاتيكيت العالمي، لو جينا الاتيكيت العالمي والاتيكيت المحلي بس حتى في الاتيكيت العالمي في بس بالنسبة للمصافحة لما الرجل يحب مثلا هو مو عارف الحرمة تصافحه ولا لما تحط يدها هنا خلاص معناها أنا ما راح أصافحك بالضبط. أي أوكي. فخلاص يعني هو فاهم هذا الشيء كعالميا فهذا هو اللي أقول مش تحطه بجنبه أستاذة نسيم؟ نعم. مش تحطه هنا؟ لا هو كذا معناها خلاص. أوكي. طيب في بعض الأحيان يصير في لبس، يعني أنه أنا مثلا أكون عند أشخاص يحبون يأكلون بيدهم ما يستخدمون ملعقة وشوكة، فأجي أنا أقول لهم أو أضغط عليهم أنه أنا أحتاج أنه أنا ما أقدر أكل صحيح لازم ملعقة وشوكة،
هنا ما تحسي قلة ذوق، لأنه فعلياً أنت لازم الأشخاص اللي أنت جالس معهم لازم تتعامل زيهم. صحيح. يعني ياكلوا بيدك كله بيدك، معلش لو صار كذا وكذا ولا سويتها انا ما اعرف اكل بيدي، بس والله هو الاتيكيت يعني هنا وهنا كل اللي يتملل الاتيكيت العالمي كل بما يقدم لك. جميل. فيما انت اعطاكوا سكينه وشوكه كل بسكينه وشوكه، حتى لو كنت ما تستخدمينهم ما تحطينها على جنب وتاكلي بيدك. واذا ما قدم لك شوكه وسكينه كل بيدك زي اهل البيت. جميل. جميل. انا اخاف اهل البيت يتركوني اكل لحالي ويقومون يقولوا يا علي مو لا لا مو كذا كذا. اتذكر اللي صار. طيب استاذه نسيم، كيف تشوفي يعني الان لو انه صار في موجود عندنا مدارس خاصه لتعليم الاتيكيت، كيف حيكون نظرتها او توافقها مع انشاء او مع وجود جمعيه الذوق العام، خصوصا بعد ما اقرت من حوالي كم اسبوع او 10 ايام؟ ايوه، صار عندنا الان جمعيه للذوق العام، كيف تشوفي دور الجمعيه للذوق العام في وجود مدارس الاتيكيت؟ اعتقد انها مكملات لبعض. جميل. يعني هذه مكمله لهذه، ولا تنسي المملكه العربيه السعوديه يعني مكان مدينه دوله كبيره، يعني مو اللي مثلا في الشرقيه راح يكون فيها الجمعيه، مثلا في الشرقيه راح نحتاج في جده، نحتاج في الرياض، نحتاج، والجمعيات احيانا تكون متخصصه في مكان معين، انتشار زي هذه الاشياء او هذه الجمعيات او هذه الاكاديميات مهم جدا في هالوقت. طبعا بما انه احنا على ابواب رمضان ان شاء الله، الله يبلغنا وياكم ان شاء الله هذا الشهر الفضيل، لازم نتكلم شويه عن اتيكيت الزيارات المفاجئه خصوصا وقت الفطور، كيف الواحد يتعامل معها؟ لا تفتح الباب. هذا مو اتيكيت، هذا اتيكيت سبين اجل. عامل نفسك ميت، ما حد يزعل منك ولا تزعل من احد. فطور يا جماعه. لا شوفي الزيارات المفاجئه انا اعتقد انها يعني المفروض ما عاد تصير. اي يعني صحيح. يعني الان في اتصالات بالجوال، في مثلا بالتليفون، بس اذا صارت خلاص يعني انا اضطر اني استقبله. عاد والجود من الموجود. والجود من الموجود، يعني ما راح يقول لي ليش ما حطيتي كذا او ما حطيتي كذا او هو ما حطه كذا، خلاص الجود من الموجود. كمان جيني وطابب علي في مغربيه رمضان يبغى يقول لي ليش حطيتيني وليش ما حطيتيني. اكرام الضيف واجب، يعني سواء باذن للدين او من الاتيكيت اكرامه واجب. من اللي موجود عندي، من الموجود اكيد. انت طابخه طابخه؟ انا طابخه طابخه. والله احسك ما حتفتحين الباب انت، ما ادري غزل. انا قلت لكم حامل نفسي ميت، ولا صحن قلابه وتمييز ويمشي الحال كلها موجود من الموجود. مو هذا من الاتيكيت؟ وهذا من الاتيكيت. استاذه وسيم، نسيم طويهر، شرفتينا ونورتينا، الحديث معك فعلا لا يمل، شكرا ليكي. يا هلا وسهلا. اهلا وسهلا. مشاهدينا فاصل وراجعين لكم من جديد. زميلتنا غالية أمين كان لها لقاء مع المغنية ليلى كردان، اتكلمت فيه عن اعمالها اللي راح عن عملها اللي راح يضم مجموعة كبيرة من المبدعات ومدونات مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف التقرير ونرجع لكم. Hi Leila, I would love to welcome you to the Sayyidati show. Thank you so much, Ghali. I'm so happy to be here. You're a singer songwriter. Tell me about your beginning. I started actually on stage in theater. I used to do a lot of classical ballet and theater productions, and I'd play the classical piano, so I was very musically inclined. But when I wanted to pursue singing, my father was very much against it. So I wasn't really allowed to pursue the arts more than just an extracurricular activity. But in my heart, I was always a singer and a poet, and I loved to perform from a really young age. What were the first words you wrote? Oh my God, no. No, it would have been definitely about like... So. What's the first thing you remember? The first thing I remember was closing the door when I was really young and playing Prince's music and singing in front of the mirror with my hairbrush. Like, that was my daily practice. What inspires your lyrics? A lot of my songs from my album, which I released at the end of November, are about the rise of the feminine. I think there's a beautiful momentum at the moment in the Middle East of women rising to a place of equity, which is really great. And so my songs are a lot about that, about my personal journey of coming into my skin as a musician, as a songwriter, as a singer, going against the social conventions of our society. So it's a very true depiction of how I feel and my journey. Tell me about the album you launched.
The album is called Saved, and I called it that because I feel like I saved myself from going down a path that wasn't meant for me. There are songs that take you on a journey, so it starts with a goddess mantra, which is a kind of message to the self, of me coming into my skin. The opening song is called Goddess, and it's about the vulnerability and the strength of a woman. So highlighting both of those and celebrating them, yeah. And then it goes on a journey from like dark to light, and it ends with a very honest song about really facing myself. That's great. And Arwal Banawi, the Saudi designer, is gonna be in charge of the wardrobe and one of the songs for the video. Yes, well, actually, I love her work, and she's a dear friend of mine, so I always like to wear her clothes. I wrote a song for her brand called The Suitable Woman. We're gonna release the video very soon in the coming weeks, and it's gonna be amazing. We've got some beautiful women like Zainab Al-Helu, Fashion Pirate. We've got Tarani Fawaz, we've got Jory from Khobar in Saudi. Perfect. So we've got like Tamara Al-Gabani and myself and Arwa herself in the video. It's all of Arwa's clothes, and it looks so girl squad, huh? It is. It's massive girl squad. Yeah. What's next in your music career? I've started writing my new songs, which are part of my new body of work. I'm going to spend some time overseas this summer to work with some international producers and try to get the music outside of the region. Everyone's been so supportive here. Can you sing us a part of your favorite song? Like, sing it. Sing it? She's her own, she's a goddess. And the whole world watches, open eyes, and she knows how to see. Takes her time and she's on it. You don't have her, but you wanna. Has a mind and she knows what's real. She ebbs and flows, knows exactly where to go. Can make it through it all. She's her own, never silent. Lays it all out, breaks the quiet. Held down, now she grows tall. Thank you, Leila. I wasn't ready for that. Do you like to tell our viewers a word of advice? Yes, I want to say thank you to everyone who's been really supportive in seeing me grow in the region. It's been a beautiful journey. And I want to encourage any young men or women who want to get into music to really work on your craft and go out there and do it. We need more artists in the region. Thank you, Leila, for your time. You're a beautiful artist. Thank you so much. You're a beautiful and inspiring woman. يعطيك العافية غالي على هذا التقرير الجميل طبعا من الأخبار اللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خبر إيش يا بنات أتوقع أنا أعرف إيش تقولي لي افتتاح سمو الأمير الوليد بن طلال دار سينما في برج المملكة في الرياض يا سلام الحلو في الموضوع أنه السينما اللي قام بافتتاحها سمو الأمير الوليد بن طلال يقولوا لك تعتبر من أفخم دور السينما في الشرق الأوسط يعني تقدروا أنت جالسة كده في دور في السينما وأنت بتتفرجي ألو المطعم الفلاني تعال جيب لي اوردر يجيب لك الاوردر يعني السينما تدخليها وانت معززه مكرمه مرفهه قايلين بك ايوه هذه كلمه غزل الشهيره كثير حلو يعني من اللقاءات اللي شفناها او المقابلات السريعه اللي سواها سمو الامير الوليد بن طلال لما كان قاعد يشكر ولي العهد على هذا الانفتاح المتوازن اللي قاعد بيصير عندنا وانهم سمحوا بدور السينما في السعوديه واكيد دائما احنا نطمح انه نعمل الاشياء باعلى جوده وباعلى كفاءه وبنعرف انه سمو الامير دائما يهتم بادق التفاصيل فكثير يعني انا متحمسه اني بصراحه اشوف هذه السينما دور السينما وزي ما قلت لي يعني في اشياء اكيد يعني سمو الامير الوليد بن طلال ما كان حيخلي الموضوع يمر مرور الكرام يعني الا ما كان لازم يضع بصمته صحيح. في الموضوع انه يعمل حاجه مميزه حاجه حلوه حاجه فخمه صحيح. مو اي حاجه حيسوي لنا هي اكيد لا لانه دائما يحب التميز يحب يعني الاختلاف فحلو حبيت ان شاء الله انه اروح له لانه من لما فتحت دور السينما ما رحت
فإن شاء الله بإذن الله، بما أنك قلتي هي فخمة ومن أكبر دور السينما بالشرق الأوسط، أي من أفخم دور السينما. أنا بس شغلة واحدة اللي أتمناها تكون موجودة، يمكن الشيء الوحيد اللي كانت بواجهها صعوبة هنا عندنا في السعودية ودور السينما عندنا في السعودية، أنه ما في شباك تذاكر، فدائما أنت بتحجزي على فيلم لازم تحجزيها عن طريق الأونلاين. صحيح. بس الواحد بالعادة يكون قاعد يتمشى بالمول، يحب أنه هو يخلص ويطلع يحضر موفي. صحيح. فهذه من الأشياء اللي أحس أنه هي مرة مهم أنها تصير في اقرب وقت. بس افضل ما تحسي افضل؟ لا، لانه دائما لا صدقيني رندا، يعني انا احيانا مثلا اشتهي اني اشوف فيلم في هذا الوقت، ما ابغى اني احجز بعد 3-4 ايام اني اروح. صح، نعرف موضوع السينما. صحيح. هذا بيصير سريع. بس شوفي، هو يمكن الان كده، الان عندنا لسه تونا بادين يعني في موضوع السينما، يمكن كمان مثلا بعد سنه او سنه ونص لو اخذنا على الوضع حيصير الموضوع عادي، ممكن وانت معدي تعدي طق تاخذي التيكت وتمشي. يس بالضبط. اصبروا هذا بدايه ان شاء الله الخير. باذن الله. أكيد. بإذن الله. مشاهدينا فاصل ورجع لكم من جديد. تتابعينا بعد وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، لكن قبل ما أختم معكم لازم نشوف مقطع الفيديو هذا من مختارات غزل ونرجع لكم. Time, this is real time. I'm crying because look, Teddy found the buzz cutter. Eloise, turn around. Turn around. Oh my god, oh my god. Look it. Do you like your haircut? No. Turn around. Why'd you let brother do that? She said she wanted me to do that a lot, and so I did it. And, okay. All right, it's just hair. It's hair, and it's gonna grow back, and mommy's okay. Mommy just hit a little... I'm taking a shower to get ready for my night shift. Did you cut Fred's hair? A little. Okay. Honesty, that's good. It's just hair. It grows back, okay? Mommy, can I have my 4 challahs? You can have 4 challahs. Shabbat shalom. Mommy, he just have a... My big girl. I have a yellow brick tail now. Yeah, he's just got... يعني بصراحة أنا ماني عارفة لو كنت مكانها أضحك ولا أبكي. كم من أم فقدت السيطرة على نفسها بمجرد ما تشوف عيالها عملوا غلط سواء كان صغير أو كبير. هذه الأم ضربت مثال حي على تمالك الأعصاب وداركت الموقف بشكل ذكي جدا ومواكب أيضا مع التربية الحديثة. ولأن المدرسة تعطي دروس مجانية، هذه الأم أعطتنا درس في تمالك الأعصاب والصبر على مواجهة الأخطاء مع أولادنا. أتركوا أولادكم يتعلموا من أخطائهم بنفسهم ولا تعاقبوهم. دمتم بحب.